دي، ومن معرض تراث حاجات متميزه كالعاده الاسكندرانيه. منوراني ضيفتي الجميله، احلى بنوته شفتها النهارده في معرض تراثنا. نورتينا. وقولي لهم بقى، خان انتيك عباره عن ايه؟ الناس مش عارفه. احنا جمعيه تنمويه خيريه، بنعلم السيدات شغل الهاند ميد. بنعلمهم حرف مختلفه، جلود، نول، كروشيه، تريكو، مكرميه، اكسسوارات، كل حاجه. ونبدا ان احنا بعد كده نسوق لهم الشغل ده عن طريق ايفنت، عن طريق معارض زي معرض تراثنا، زي ما احنا موجودين معاكم دلوقتي. جميل. عندنا الاسعار في متناول. انا عايزه المقر فين؟ الناس لو حابه تتبرع، الناس لو حابه تشتري حاجه منك، تتواصل معاكي على ايه؟ المقر بتاعنا في كوم الشقافه قدام مستشفى الصدر. احنا منطقه اثريه، عندنا منطقتين اثريتين في الشارع بتاعنا. جميل. عمود السواري والانتيك. ده عند الترام على حسب ذاكرتي مسجلني. عند الترام. قريب جدا من الترام. جراج الترام القديم قريب جدا من الجمعيه، يعني في ناس بتيجي تعمل لوكيشن تصوير وتصور هناك. جميل قوي. ايوه. بصوا، عايزه اقول لكم على حاجه، انا هستاذنها في رقم تليفون وهكتب لكم رقم تليفون بطول الفيديو، تقدروا تشتروا من المنتجات اللي انا هصورها لكم كلها بطول الفيديو. واي حد تبعك ليه 10% خصم. ثانك يو سو ماتش. في اوفر لكم يا بنات، يلا يا امارات الحقوا اشتروا من جمعيه خان انتيكا الموجود معانا، رقمها على الفيديو واتفرجوا على البارتيشن كله موجود في تراثنا. قول لهم البوابه كام والبارتيشن رقم كام؟ قاعه 3G2. قاعه 3G2. وبصوا بقى، انا هصور لكم، احط لكم ستوري ورقم التليفون. تعالوا قول لهم اسمك بقى ووجه لهم تحيه واستنيهم. انا ندى، امين عام الجمعيه. اي حد يجي طبعا هينورني، يقول لي بس ان هو تبعك. خلاص، انتوا تعالوا اسالوا على ندى وقولوا لها متابعه قناه انت ناجحه، هتاخدوا اوفر عرض 10% وهتلاقوا حاجات كلها جميله زي ندوي الجميله ضيفتي النهارده. يلا بينا اشوفكم بقى، اتفرجوا على البارتيشن عشان ما اخدش منكم وقت كتير. يلا بينا. بصوا بنات، احنا هنا بقى ندى هتعرفنا على المنتجات اللي هم بيصنعوها. ده شغل كروشيه، عندنا شيلان، وعندنا منه لكاليك اطفال بيبي، وعندنا كوستر، وعندنا شابوهات. عندنا كده كولادات فرعوني. رائعه يا بنات. تمام. اسعارها ايه يا ندى؟ كده اعرضي للناس عشان اللي حابب يشتري. بصي، وانا الاكسسوري عندي فيه حاجات بتبدا من اول 30 جنيه وانت طالعه لغايه 40 جنيه. يا جمال، والاسعار وانت طالعه حلوه قوي قوي. دي كوشنز، وفي منها الوان وطبعا موديلات. شوفوا يا بنات، شغل هاند ميد اهو من الجمعيه بتاعه انتيك، جميل جدا. دي كل شكل دي جلود، جلود البارتيشن. انت بقى يعني بتعلموا الناس في الجمعيه. وبيصنعوا، بتبيعوا الماتيريال الشيلان، ودي بتبيعوا المنتج من ما شاء الله ما شاء الله. جميله. بصوا ده البارتيشن في معرض تراثنا، ده شغل نول. بصوا جميل، الجمال دي حلوه قوي يا بنات. جميله. واللي جنبها بقى قولي لي سعرها ايه بقى؟ دي بائع السجاد. تمام. بائع السجاد دي اللي بيعملها، بيقعد شهرين لثلاث شهور بيعملها. جميل قوي. ب 15,000. تمام. وهي وان بيس، بس كل وان بيس. رائعه. دي اكسسوري برضو، دي من المعدن ومطليه، مش بتغير ومش بيجرى لها اي حاجه خالص. ودي احجار، ده عقيق وده لولي، والاسعار برضو في متناول الجميع، يعني مفيش حاجه اوفر عندنا خالص. الشغل كمان جميل قوي يا بنات، بصوا الحلاوه. ده شغلهم هو، البارتيشن مليان، يعني شغل اللي هيجي شغل الخوص طبعا اللي هو ترند جدا. طبعا عندنا اشكال وعندنا الوان، كل يعني كل المقاسات والاحجام، عندنا صغير، عندنا وسط، وعندنا كبير. ما شاء الله، جميل جميل. عندنا الشنطه دي عسوله قوي يا بنات اهي. عندنا مفارش كمان، اعرضي لنا كده المفارش يا ندى. بصوا بقى المفارش كمان، واو، تحفه. في مقاسات، في كبير، تحفه في تحفه تحفه. الاسعار يا ندى كده، يعني ده مثلا هيبقى في حدود 120-130. يا جماله يا جماله، تحفه والله العظيم. الاسعار هنا في البارتيشن حلوه جدا. دي كلاتش الايد كده. دي في جميلة. منها الوان واشكال برضو. بصوا الاسكندرانيه، انا ما زلت بقول طلع لهم فيديوز كتير عندي على التشانل، بس هم في بقى ناجحين قوي. كروشيه، ده الطقم بتاع، دي هدايا حلوه، حد عايز يهدي اصحابه العروسه مثلا كمان في البيت. هدية. الوانها واشكالها في جميل. منها دي طقم صغير، ده طقم كبير. تمام. ده طقم برده، ده لون تاني، في ده اللون دوت، في شغل البامبو برده فوق. وعاملين ديكوريشن حلو قوي في الحاجات البامبو، وطبق العيش عاملينه وطبق شكل لذيذ. قوي. العرايس بقى اللي عايزه حاجات سبيشال قوي او فيشنيبل، هتلاقي هنا في جمعيه انتيكا التنموية الخيرية جيتسو، هتلاقوا عليها حاجات حلوة قوي. عندنا قوي كمان قوي. حاجات للكيدز، عندنا العروية. بصوا عاملة حاجات لطيفة يا طعمة. بصوا يا كميلة يا كميلة، بصوا الهدايا لأولادنا، يعني الناس نايمة في الدراسة ليه؟ مش عارفة، مع ان المعرض جميل وحلو وفي ناس كتير قوي. ادخلوا بقى هنا،
الناس اللي نايمه تصحى تتفرج على الفيديو. انا بقول اهو عندنا بوكيك صغيره، عندنا حاجات كروشيه من الصغير، وعندنا حاجات مرسومه بالايد. ده كل ده شغل يدوي وباسعار يا بنات مش بياخدوا حاجه. بصوا شوفوا الشنط جميله ازاي. عندنا كمان منهم ايتامين بالوانه، عاملين شغل هايل هايل هايل. عندنا كمان شغل نون، حاجات كتير اهو. كل ده جمعيه انتيكا مميز جدا. وندى جايبين شغل بالباش كمان اهو. التابلوهات مميزه واسعارها حلوه جدا. عندنا تابلوهات من اول 150 جنيه يا جمال، 150 جنيه يا بنات. والصواني برده من اول 170 و180 فاسعارها في متناول الجميع. ليه بيج على الفيسبوك؟ ايوه طبعا هتكون في الكارت. وال ندى في قول لهم بقى البيج، البيج هتخشي تكتبي جمعيه انتيكا التنمويه الخيريه، هتلاقي البيج بتاعنا بشغلنا كله موجود على البيج. انتوا حاجتكم كلها جميله، وانا بحييكي يا ندى وبدعمكم جدا، وشابوه ليكم وللعمل الخيري الجميل اللي انتوا بتعملوه. نورتيني نورتيني وشرفتيني. ثانك يو سو ماتش، نورتيني على قناه انت ناجحه نموذج ناجح. بنوته جميله ندى امين عام جمعيه انتيكا الخيريه، ضيفه لذيذه وقمر على القناه. وشكرا ليكي يا ندى مره ثانيه. شكرا يا حبيبتي.